نقابة الصحفيين الموريتانيين تبدأ استعدادها لعقد مؤتمرها العام تمهيدا لانتخابات هيئات جديدة تشرف على تسيير النقابة لمأمورية جديدة. وبحسب بيان من النقابة فسيتم فتح باب ترشح لمنصب النقيب الثلاثاء الموافق 5 مايو على أن يستمر مجال استقبال ترشحات لمدة 10 أيام. وأكدت النقابة في بيانها أنها ستمنح 5 أيام لإجراء التغييرات على اللوائح المترشحة، مشيرة إلى أن استقبال الملفات سيتم بشكل نهائي في 20 مايو. وتحدث بيان النقابة عن تشكيل لجان تحضيرية من مهامها استقبال ملفات الترشح والتدقيق في عضوية المترشح للنقابة وفي صحة ترشحه لعضوية اللائحة المتقدم بها للانتخابات، وكذلك تحديد جهة عمله ورقم هاتفه. وأشارت النقابة إلى أن اللجان قد اختيرت من خارج المكتب التنفيذي الحالي، وستعمل على انعقاد المؤتمر العام في موعده المحدد 30 و 31 مايو الجاري. ويعتبر المؤتمر المرتقب 4 مؤتمر لنقابة الصحفيين الموريتانيين، حيث تعاقب عليها منذ تأسيسها 3 نقباء، حيث تولى منصب النقيب فيها كل من الإعلامي الحسين والمدو الذي اشتغل بالمهنة من خلال الصحافة المكتوبة، كما عمل أستاذا لمادة الإعلام في عدة مؤسسات للتعليم العالي ورئيسا لقسم الإعلام بالمدرسة الوطنية للصحافة والقضاء. وتسلم إدارة النقابة بعد نقيبها الأول الإعلام أحمد سالم المختار السالم، وهو أحد الممارسين للمهنة طيلة سنوات، وعمل مديرا لقطاع الأخبار في الوكالة الرسمية للأنباء. ويقود النقابة منذ مايو 2017 النقيب الحالي محمد سالم ولده، الذي عمل في مجال البحث والدراسات حيث يدير المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية بنواكشو. وفاز ولده في آخر انتخابات للنقابة ب252 من أصوات الصحفيين مقابل 243 صوتا لسلفه ولد المختار السالم الذي نافسه في الانتخابات. لكن الصحافة في بلدنا تتطلب